الو طيبين، كيف ان شاء الله؟ بخير ان شاء الله، كل شيء تمام. رجعنا لايام زمان، نحرق البوي باس من اول ثانيه. مثل ما انتم شايفين هون باقي عنده 15 ثانيه. اوكي، لهيك رح نستغل الفرصه مثل ايام زمان، نرجع للامام ونشوف الوضع معلم. نحرق اول فاير باس، لا شو اول فاير باس، اول واحد يحرق الفاير باس بسيرفر مينا معلم، او بالعالم معلم حبيبي والله. اوكي بسم الله، هون تصفر عنا الوضع، نطلع من هون نجي لهون. ترى كثير متحمس. اوبا، ايش هذا؟ اوه بطة تتحرك شباب. يا سلام عليك، يا سلام، والله حلو. ماشي بشي هذا. اوكي مسكين البنت. اوكي سخون شباب، هذا اول فاير باس عليه هيك افكت، وانا مستغرب. هي اول مرة اشوفها صراحة. اوه عنا هون رخصة. قول لي معلم، قول لي فاير باس بطاط وبطاط حبيبي، والله اشي باللوز، والله نايس. حلو، في رخصة. خلاص شباب، انا دايما طول ما في فاير باس وفي رخصة تمام التمام. ايش هون؟ في عنا كمان حقيبة، كمان حقيبة الاورنو الرائعة. اوه شي حلو، عنا هون سيارة. يا سلام عليك اللوت بوكس. لا معلم مش ظاهر معلم، اليوم معلم كل شي بط وكل شي فريج وكل شي لحم وكل شيء، كل شيء مثل ما انتم شايفين. اوكي شو عندنا جواز ثاني هون؟ والله شيء حلو. اوكي هون عندنا الاضافات هذول كالعاده، تمام والله شيء تمام. اوه في عندنا شو عندنا؟ هاي عندنا هون قنبله الاوزه. اوزه هي في بطه الاوزه يمكن، لا ولا شو في بطه اسمها اوزه ولا هيك، الله اعلم شو كان اسمها. ايه في بطه هيك هالشكل. هون عندنا ميني شوت جان اوزه أبله اسمها. اوكي عندنا هون فيه مدى واختراق دروع. اوكي 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 عندنا هون السيف الشفرة اوزا. يا سليم يا سليم عليك. اوكي شفنا كل شيء مو هيك. اوكي يلا خلينا نجي لهون نحرق ابو الفاير باس. يا سلام نجيب البرايمم باللبس. ايوه يعني عليك. ايوه شو كمان؟ الله هيك معلم. بعدين اوكي كله بطاط مفتوح 19 مره. تهنئه تصريح البويا باس لك حصري متميز الان. الله اوكي اوكي يا سلام. اوكي نعمل حصول على الكل. اوكي هون جبنا سكن للبنت، نعمل تزويد، نزود القنبله. لا اصبر 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 اصبر، رح نجرب شغله معلم، رح عندنا وقت رح نجرب على السريع معلم. اوكي هون رح نجي ناخذ حط شخصيه بنت، نشوف السكن كيف شكله. قول لي لا امشي حالك. ايوه تمام هيك. وين السكنات؟ وين السكن؟ شو شكل سكن البنت؟ اوكي حتضيف لي هون الافاتار والبانر. ايوه والله شي باللوز. اصبر شوي نعمل له هيك. اوكي عندنا هي الحقيبه العاديه، ما شفناها بالغريبه، مش كيف ما شفتها بالشو اسمها بالاول شيء. هي كانت على اليسار. طيب اوكي هي السياره، هي عندنا السياره معلم. اوه تمام. اوكي طبعا معلم انا ببلش تصوير بدون مونتاج ولا شيء، ها يعني عشان ننزله بتعرفوا معلم ثلاث ايام زمان حبيبي والله. اوكي عندنا هون الافاتار، تمام عندنا هون الافاتار. لا هذا افاتار وهي بانر إيه؟ افاتار بانر ايه صح. وعندنا هون شو كمان؟ عندنا هون اعطونا اشياء، هذول صناديق العاديات. حلو اوكي بس مو عارف فيهم كمان. اللوت بوكس دجاجه معلم. هي لما تدفع لي لما تبطل معنا الفلج بيطلع لنا عمل دجاجه. حلو تمام اوكي هنا على سكن البنت، ندخل على التدريب نشوف هيك بالساحه تدريب. اوكي هذا هو سكن البنت يا بنات، بس نشوف شلون الافكت راح يطلع. هذا شلون الافكت عم يتمشى؟ ايوه ما عم تفهم. اوكي الافكت على حاله، اذا نضرب مثلا. اوكي تغير شكل الافكت ولا شلون؟ الصراحة ما فهمت الا هي، بس هون شو ندخل لهون نشوف اذا نقتل شي لاعب او كذا هيك ممكن يطلع شي. نجرب على السريع. السلام عليكم طيبين، شلونكم؟ صباح الخير. الو على حاله. اي اوكي والله ما فهمت الا، لازم تدخل شوف بالتحديد شوف شو مكتوب. ايوه هون مكتوب لي عم يخليك يطلق تأثيرات خاصة عند القفز، تمام اوكي اوكي حلو حلو. لما تنطوت ايوه بتنطوت بتغير السكين. ايوه والله شو حلو اضافه جديده. ايوه التخسير. ايوه شيء حلو نايس. اوكي طيبين والان راح ندخل نشوف نروح نجيب
طب ليش معناتها الديسبوزيتيف؟ اوكي نروح نجيب اللي نشوف السكين والرقصه معلم. الرقصه نجي لهون. كيف كنا نعمل يا شباب؟ نجي لهون نعمل هيك. لازم نشتري 100 نشتري شو اسمه قول. وفي عندنا ثلاجه هون كمان. ترى في كثير اشياء يا شباب ما شفناها بالحدث هذا. نعمل له حصول. اوكي نعمل حسنا، نطلع لهون. اصبروا شوي، نروح على الخزنه. على الخزنه افضل شيء. اول شيء نغير الشخصيه، نحط الشخصيه باللوز، نجي لهون. ايوه هذا هو السكين كامل معلم. اوكي السكين تبعنا شو فيه ميزه، نفس الميزه اعتقد. ايوه انرقد. في ميزه الرقد. هون عندنا السكين عم يتغير معلم. اوكي شيء حلو. شوف هون عم بيعطينا معلم يطلق تأثيرات خاصه عند الرقد السريع. حلو. طبعا هون حصلنا على الرقصه تبعي. تمام الرقصه هاي معلم لازم نجيبها على السريع، محطوطه ولا محطوطه؟ هاي هي الرقصه يا معلم. اوكي نحطها هون. تمام حاطين الرقصه. وهون شفت في زلاجه هي حقيبه. تمام اوكي عندنا هون قولي شوف الدلاجه معلم شي باللوز. وشو في عندنا ثاني؟ اوكي اعتقد شفنا كل شيء الان. حلو. لا بس ولكن شفت لكم شيء هون، عندنا هون شورت ثاني حصلنا عليه. حلو ولا هي تبعت الحذاء تاع البنت. حلو والله حتى الشورت يعني الهيك حلو كمان طالع حلو على السكين. تمام اصبر خلينا نشوفه بشكل كامل. شيء حلو. كم تقييم كل السكين هذا صراحه؟ انا تقييم كل هذا السكين 7.5/10. يب بالنسبه لي 7.5/10 لانه طبعا شباب السكين ال 10/10 هو السكوره و9/10 هو الهيب هوب. اوكي عليكم كفي هبل هيك مع الليل. اوكي ندخل نشوف الوضع شلون راح يكون. يلا شوف هيك السكين هو بشكل سريع على التدريب شباب، لانه صراحه عندي الوقت انا متاخر. بتعرفوا شبابنا يعني عليكم في بكير شباب لانه انا اخدم صباح الباكر. اوكي باللوز. اوكي خلينا ندخل نشوف الوضع شلون راح يكون. شفنا الميني شوتجن. ندخل نجرب الميني شوتجن. اوكي الميني شوتجن وينه هذا هو. نشوف نحاول نجيب ضربة البرون توب. هذا من بعد، هذا فيه بعد. ايش هذا فيه بعد؟ اوكي جري. شوف البطريق عم يجري معنا بنفس الوقت. نيم البطريق عم يجري. شوفوا شو البطريق البطريق عم يجري يا جدك. اوكي ندخل نشوف السكيب اللعب شوي على السريع. يا سلام عليه. هاي الشباب شلونكم؟ وارهج شوف عم يجري البطريق معنا. هزاك السلام عليكم معلم. طول بالك. شو في؟ شفت لاحظت انه لحنه خاصه. ايوه معلم. وي في 1000 واحد. طب لا شباب متحمسين معلم. اوكي طيبين هيك بكون تم مقطعنا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع الخفيف اللطيف. بنشوفكم على خير. ما تنسونا بزر اللايك والاشتراك. ونلكم سلام عليكم.